أكبر محفز إلي هو متابعة عملي كمهنة تمريض، إنه التمريض ما بيفرق بين غني وفقير وبين قوي أو ضعيف. أنا ممرض ماهر من ريف الشام، عمري 32 سنة، متزوج وعندي 3 أولاد، تخرجت سنة 2010 من مدرسة التمريض المركزية بدمشق، نقلت بعدة مراكز طبية ومستشفيات حتى تهجرنا بعام 2016 من الغوطة الغربية إلى الشمال السوري المحرر مخيمات أطمة. أنا أعمل بمشفى أطمة الخيري، رئيس قسم الجناح. مهامي الإشراف على الكادر التمريضي الموجود بالجناح وإشراف على المرضى ومتابعة لزومهم. من خلال شغلي وخاصة بالحرب هاد كتير تعرضت لمواقف صعبة. بتذكر مرة من المرات من كنا بالمشفى اجتنا إصابات كتيرة، من ضمنهم شاب صاحبي كتير. يعني كتير موقف لما تشوف أعز صاحب إلك قدامك معبى جروح ومعبى دم، شو شعورك لما بدك تشتغل معه؟ الحمد لله أنه بتغلب على الظروف هاي. بالفترة الأخيرة موضوع جائحة كورونا كتير عمل خوف لكتير عالم وهيك، بس أنا ما فكرت ولا مرة أني أترك الشغل، مع أنه الكادر التمريضي والكادر الطبي هو اللي مهدد أكتر شيء بالإصابة، وهي هاي المرحلة هي مرحلة الكادر الطبي والكادر التمريضي مع الأخذ بالإجراءات الوقائية من المرض. هدول أولادي، الله يخليكم أولادكم. عندي محمد 6 سنين، عندي حالة سنة ونص، وعندي تيم 3 سنين. بخاف عليهم كتير، وبس خلص من الشغل بعد شغل طويل إني أهم شيء إني عقب حالي، إني غسل إيدي مزبوط. بخاف إني انقلهم عدوى، لأنه عندي شوفتهم وقت إنه إجي على البيت تسوى الدنيا وما فيها. بهتم فيهم كتير، بهتم بدراستهم مشان نشوفهم إن شاء الله ناجحين بحياتهم.